أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأحبة، ونرحب لكل شخص الآن انضم إلينا ويتابعنا عبر تلفزيون سلطنة عمان واللي تابعنا أيضا عبر الإذاعة. نتمنى له دائما دروب السلامة. إذن في هذه المساحة سنتحدث بإذن الله عن التصوير، وبالتحديد التصوير التجاري، ودائما أيضا الشباب العماني يتميز في مختلف المجالات. وفي هذه المرة كما ذكرت مشاهدينا الأحبة الحديث سيكون عن التصوير التجاري. كل التفاصيل ستكون مع ضيفنا الكريم الفاضل الجولندا بن مسعود الهنائي، مصور ضوئي. أهلا وسهلا بك الجولندا، وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. طبعا كوني سعيد كوني في هذا في برنامج قهوة الصباح. نحن أسعد بك يا الجولندا، حياك الله معنا. نتحدث مباشرة عن بدايات الجولندا في مجال التصوير بشكل عام والتصوير التجاري بشكل خاص. طبعا من بداياتي من أيام المدرسة كنت أحب سوالف الكاميرات والتصوير. نعم. ففكرت أن أقتني كاميرا بمجهودي الخاص. جميل. فطبعا جلست أبحث عن طريقة أن توصل أن أشتري كاميرا بمدخولي الخاص. فحصلت معهد العلوم الإسلامية أنهم وقت الدراسة يعطوا علاوة هي قيمتها 60 ريال. نعم. فقلت أنا ليش ما أدخل هنا سنة واحدة ومن بعدها أقدر أن أقتني كاميرا. فالحمد لله دخلت وكملت سنة معهم. أول ما كملت السنة وخلصت جمعت المبلغ اللي كان معي وروحت أقرب محل للبيع الكاميرات واقتنيت كاميرا. هو عصفورين بحجر واحد. تعلم واستفاد. تعلمت واقتنيت كاميرا في نفس ممتاز. الوقت. ممتاز. تذكر إيش أول كاميرا اقتنيتها واشتريتها؟ هي كانت نايكون دي 7000. ممتاز. فكانت ممتازة يعني في هذاك الوقت. جميل. طيب الجولندا، نحن نعلم أنه أيضا مجالات التصوير متعددة، ولكن أنت ركزت على مجال التصوير التجاري. فأنا من خلال تواجدك اليوم في برنامجنا حابة أعرف إيش اللي يميز التصوير التجاري عن غيره أيضا من المجالات الأخرى عموما في مجال التصوير. هو التصوير التجاري أولا يعتبر مصدر دخل إنزين، وقد يغنيك عن الوظيفة. نعم. فأنا رحت على التصوير التجاري. التصوير الثاني ممتاز جدا وحلو كثير، بس فضلت التصوير التجاري. نعم. وأنا محبين أني أصور الناس، فدخلت التصوير التجاري على تصوير الناس. يعني بمعنى تصوير الأزياء. تصوير الأزياء، تصوير الأشخاص، وجوه. أهي. جميل. طيب هذه المجالات كلها تحتاج إلى أدوات، وأتوقع هذه الأدوات ليست في هي باهظة الثمن. باهظة ربما تكون. فكيف يستطيع الجولندا أن يوفر هذه الأدوات، وهل تتوفر؟ تتوفر الحمد لله الأدوات بمساعدة صديقي طبعا، لكن الأدوات ما هي عائق. جميل. الأدوات أول شيء مجرد وسيلة، لكن كتكوين الصورة واختيار الزاوية هي أساس جمالية الصورة. رائع جدا. وهذه الأدوات ممكن نذكر بعض الأمثلة منها؟ الأدوات مثل العدسات، عندي عدسات احترافية 70-200 مثلا، أو الكاميرا والإضاءة اللي أستعملها 600 برو، فتساعد جدا في تظهر أن جمالية الصورة. ولكن أرجع وأقول إنها ليست يعني وسيلة فقط، لكن تكوين الصورة حتى بالتلفون تقدر تكون الصورة. نعم. طيب نحن الآن يعني نشاهد أيضا بعض الصور، وهذه التقاطاتك من خلال عدسة أيضا ممكن الكاميرا اللي أنت تستخدمها. أنا سؤالي الآن، أكيد هناك في عوامل مختلفة تخلي الصورة تكون بهذا الشكل، هل تعتمد على الإضاءة؟ تعتمد أيضا على اختيارك للموقع؟ نعم، تعتمد بشكل كبير على الإضاءات المستعملة واختيار الزوايا وتكوين الصورة. نعم. يعني البعض ممكن يعتمد على إضاءة الشمس فقط وما يستخدم الإضاءات اللي هي أساسا مختصة. ما يمنع يقدر أنك تستعمل إضاءة الشمس، ولكن بشكل تطلع الصورة بشكل أقوى بالإضاءة. بالإضاءة. بالإضاءات اللي هي يستخدموها في التصوير بشكل عام. طيب. نعم. كيف يطور الجولندا من هذه الموهبة الجميلة؟ للآن المشاهد جالس يرى بعض نتائج التصوير اللي كانت من تصويرك. دائما في التطوير أحث الناس على الاستمرارية والتغذية البصرية. ممتاز. الاستمرارية يكون يعني ما يمضي أسبوع وأنت ما مصور.
هذا أفضل شيء، لأن الممارسة تصنع الممارسة تصنع يعني. ممتاز. وطيب كيفية اختيارك للمواقع؟ يعني نحن نشاهد هناك في صور والتقاطات من خلال اختيارك لمواقع مختلفة. نعم. وأعتقد لما تختار موقع جميل واستراتيجي فهذا يعطي ممكن لمسة جمالية للصورة. بالضبط بالضبط. هو المواقع فيه عرقلة شوية من ناحية التصاريح وكذا، لكن الحمد لله بعض الأماكن مثل سكوير الخوض ممتاز جدا في التصوير، ونقدر نطلع في أكثر من زاوية. في أكثر من زاوية. نعم. نعم. في أكثر من زاوية. جميل جدا. إذا أنت كونك طالب ذكرت لنا قبل الهواء أنك طالب لازلت على مقاعد الدراسة، كيف توفق بين الدراسة وهواية التصوير؟ أنا ما راح أقول هواية التصوير الآن صارت وظيفة التصوير. هو في الحقيقة صعب أنك توافق بين ما بين الدراسة والتصوير، يعني في شيء من الصعوبة، ولكن أنا التصوير ما أخذنه لما أبغى أخرج من ضغوطات الدراسة أروح أصور. بالنسبة لك هو تنفيس عن ما تنفيس بداخلك. بالضبط بالضبط، يعني خلاص لما أمسك الكاميرا الأمور طيبة. نعم. يعني أنا دائما أذكر أن الصورة ممكن توضح رسالة. بالضبط. ودائما بما أنك أنت مهتم عموما في مجال التصوير التجاري، فمن خلال الصورة أنت تبيع خدمة أو منتج. أكيد. صحيح؟ صح. فبهذه الطريقة أنت ممكن تجذب المتابع أو كل شخص يشاهد الصورة. بالضبط. فأبغى أعرف يعني بما أننا نحن تكلمنا عن العوامل المختلفة مثلا الإضاءة، اختيار الموقع، هل أيضا أنت مهتم في تعديل الصورة من خلال البرامج الأخرى؟ بالضبط. في مجال بالضبط. التصوير الفوتوشوب وغيرها أيضا من البرامج الثانية؟ أكيد. هو الصورة لما أول شيء الصورة تطلع جاهزة، هذا أهم شيء، عاد يكون تعديل بسيط من في داخل الفوتوشوب وتكون الصورة بيرفكت. جميل جدا. إذن إحنا دائما نقرأ حكمة تقول كن كالمصور، يعني يرى اللقطات الجميلة في الناس أو في المواقع بشكل عام. ما الذي يضيف التصوير لشخصية الجولندا؟ مكسب اكتسبته من التصوير؟ المكسب اللي اكتسبته من التصوير بالمختصر المفيد حب للحياة، أنك تشوف عالم تشوف الناس، فهذا يزرع شيء داخلك يعني. جميل، يخليك مختلف شخصيا. بالضبط. عن ما بالضبط. كنت لو حتى كنت تفكيرك يكون مختلف عن باقي الناس يعني. رائع. ممتاز. جميل، شكرا لك الجولندا من مسعود الهنائي مصور ضوئي، كل توفيق لك إن شاء الله في مجالك. أكيد عندك صفحة على الانستغرام. بالضبط. صحيح؟ بالضبط، موجود الصفحة. جميل. إيش اسم صفحتك على الجولندا نايل؟ خلاص كل شخص ممكن مهتم. جميل. في مجال التصوير أو إذا عندكم منتج معين وحابين بالفعل أنه يظهر بصورة جميلة مباشرة يتواصل معي. جزاك الله. هذا أحلى إعلان الحين. بالضبط بالضبط. جميل. بارك الله فيك. إذن مشاهدين الأحبة نحن نتواصل معكم أيضا في قهوة الصباح وفي محطاتنا ومتابعاتنا المختلفة. نروح الآن إلى فاصل وبعدها لنعود من جديد. كونوا معنا.